جايين على رمضان انتم معي، تقبلوا مني هدية، تقبلوا انه نعمل معكم تجربة دقيقة او دقيقتين، نصمت ونحن معا ونستمع الى الاذان ونفكر بما يلقيه الينا هذا الصوت، هذا من رياضاتنا في خلواتنا. نصغي الى الصوت، احيانا بيكون من قلوبنا من ارواحنا، واحيانا بيجي من اطفال او من مآذن. انا راح جربك اعتبر انه عم يحكيه الاذان من كلامي، فاسمعوا اذا شئت. صفر لي والصفر خمسة، قص بي ألف كتاب منك همسة، لنفترض همس الإله بخاطري، شو بيساوي هذا الكلام؟ كم ألف كتاب؟ همسة نفخة ربنا بتراب آدم كم تساوي؟ العلم كله، الهيبة كلها، حتى سجدت الملائكة. قص بي ألف كتاب منك همسة، قصد صفر لي والصفر خمسة. فقه الصوم بعذراء مسيحا يمنع الغيب شهودا صانع نفسه. يا
استاذ عبد الكريم، انا بحب اقرا الشعر في رايك. في 110 ابيات على اعتبار 10 10 يلا. شمس اوشو، شمس اوشو، هاي المصطلحات بدي سجل لكم ولهم تشوفوها بالمروار وبالتمامة لغرض عندكم أقولها وهي من أجل رمضان. شمس أوشو صوت سوريا يغني أو يغنى، وبشيرازة كبلخ غني فرسة، مجمع البحرين موسى عند خضر، ذلك التوق ووقتي رام قدسا، جبلة أو قونية مسك لبلخ، أذن المسك على البحرين أنسا، والتقينا بجلال وجمال، حج إبراهيم للنيران نعسا. لما بيفوت إبراهيم للنار تنعس النار وتصبح بردا وسلام، ما عاد شغل. إذا والتقينا بجلال وجمال، حج إبراهيم للنيران نعسى، ومع الورد تلونا ألف ورد، حافظ القرآن قد شرف جنسا، إذا قبل جنسه أن يتشرف به يعني البشرية. ومع الورد تلونا ألف ورد، حافظ القرآن قد شرف جنسه، وبطوس تاج طرطوس، وسدني لأوروبا أمريكا الوقت وانسى. آدم يؤنس حواء بشيف، ولإدريس مكان زلت درسا، بابن بلخ خلب اللب مدار، وابن شيراز وابن شيراز اشتيار من أحس، عسل النحل بأسبوع زمان، حافظ الوحي شد ما شد إنسا، ربما الجن مع الرومي دار، منهج البحث منهج البحث لميزان مجسة، جاهل أسعد علي بس يوم جاهل كثر صفرا فاعذروني، قصب صفر لي والصفر خمسة. هذه الكلية عنوانها جاهل أو أسعد علي، لأنه يتكلم في أوقات الصمت خارجا على قوانين الخلق وخارجا على قوانين الارتكاب. نحن بدأنا خلوتنا من 20 شعبان إلى 30 رمضان الأربعينية هذه، وقد ذكرتها في حديث في الحديث الماضي. إذا هذه الحرية أسجلها بعنوان جاهل أو أسعد علي. إمام علي يقول: العلم نقطة كثرها الجاهلون، ما أكثر كلامنا ما أجهلنا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.